还有啊。 بكم أعزائي الحضور أعزائي المشاهدين إلى هذه الجلسة الثالثة والختامية في منتدى الجزيرة الثالث بعد مئة عام على ساكس بيكو تشهد منطقة شرق الأوسط والمشرق العربي تدافعا إقليميا ودوليا بمشاريع متعددة ومصالح متقاطعة ومع ازدياد الأزمة حدة وتعقيدا وفي خضم الصراع يبدو الغموض وغياب تصور للمستقبل يخلص المنطقه وشعوبها من الاستبداد الداخلي والتبعيه الخارجيه يبدو هو الثابت الوحيد. وهنا ومع تعدد الخطابات وتقاطع الاولويات للقوى المتصارعه ثمة من يدعو الى محاربه الارهاب وبذات الوقت يدعم انظمه الاستبداد بدعوى الحفاظ على الاستقرار. وطبعا هذا ما تابعناه في الجلسة الثانية كان رأي نائب وزير الخارجية السابق الروسي من موسكو سيد أندري فيدروف وثمة أيضا على المقلب الآخر من يقف مع مطالب الشعوب في التحرر وبناء أنظمة ديمقراطية فالسؤال في هذه الجلسة المطروح إلى أين يتجه الشرق الأوسط في ظل أوضاعه الراهنة؟ ما هي التصورات لسن في المنطقه. نناقش هذا العنوان مع ضيوفنا الاعزاء هنا البدايه اعرف بالسيد الدكتور شفيق الغبره استاذ العلوم السياسيه بجامعه الكويت وهو اكاديمي وكاتب فلسطيني مؤسس جسور عربيه للاستشارات والتدريب وانتم ايضا عضو الهيئه الاستشاريه في مؤتمر فكر من أبرز المؤلفات لك سيد شفيق الغبرة من تداعيات احتلال الكويت وأيضا إسرائيل والعرب من الصراع القضايا إلى سلام المصالح تفضل دكتور شفيق أرجو الالتزام بالوقت تقريبا عشر دقائق أو أكثر أكثر بدقيقتي. حلوة أكثر هاي مفيدة أكثر بدقيقتين أنا كريمة لا. كريم يعني بعض ايه 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 لكن طبعا اشير لكتابي الاخير حياه غير امنه فلمن يحبه لانه كان هذا الاخير حياه غير فأنت امنه فانت ذكرتي كتبي الاولى لكن ايضا حياه غير امنه اعتز به ربما من افضل ما كتبت اه اذا في في هذا الاطار انا يعني يمكن محظوظ ان اكون الاول فبستطيع أن اتكلم في اطار اشمل اعم ربما مش متداخل بكافه تفاصيل المشهد الصاعد او المتصاعد في بلادنا العربيه لهذا انا ارى ان الاشتعال العربي مستمر بينما التنافر بين كل وضع والاخر بين كل مجتمع واطاره الحاضن هو الاخر مستمر طبعا سوريا تلخص الشرق تلخص الوضع بصوره مكثفه وواضحة لكنها ليست الوحيدة فمشكلة التفكك مستمرة في الإقليم كلما أوشك طرف على حسم ما سيدخل طرف آخر في السياسة وفي المواجهة المسلحة ليعيد الموازين باتجاه آخر هي هكذا الإقليم العربي في محنة فالعرب محاصرون في الداخل بفضل حالة مانعة للتقدم اسباب عديده كنقص العداله والحريات كنقص الحقوق وغياب الدوله المساءله مظاهر ولكن العرب ايضا محاصرون من الخارج باشكال اخر بفضل سرعات مفتوحه وموجوده وقائمه متضمنه او معلنه مع الحركه الصهيونيه ومع اسرائيل كما يشاهد اليوم بالاراضي المحتله او كما هو الاطار الاوسع للتدخل الصهيوني في بلادنا وهناك اعتماد مبالغ به على الغرب نحن محاصرون أيضا بفضل العامل الثالث سيبقى مؤثرا علينا غياب المشاريع التي تتفاعل مع قاع المجتمعات العربية وتخلق حالة من حالات التفاعل الإقليمي والتكاملي إذا العالم العربي متداخل في كل شيء في خيره وفي شره في سقوطه وفي نهوضه في حروبه وفي سلامه حتى الربيع العربي الذي انتشر في البقاع العربيه كما والثوره المضاده دليل على وحده الحال العرب في المد كما في الجزر طبعا كان بامكان العرب تفادي التطرف الذي ينتشر اليوم في دولنا في مجتمعاتنا لو ان دول عربيه عده انشات سوقا جاده وحاله منصفه للمواطن تتضمن الرقابه والشفافيه والمشاركه لو ان الدولة فكرت بأبعد من حدودها سلما وتنمية خاصة في زمن الوفرة المالية وبحثت عن التنسيق والتكامل بعيدا عن السياسات الأمنية كل هذا الروح الأمنية بحد ذاتها وعندما تنشأ المشاريع المرتبطة بها تحافظ على وضع قائم ربما ولكن لا تحمل رؤية للتغيير التراكمي ولا للمستقبل ولا للشعوب ومن الصعب أن تتجاوز الواقع التي تجد أنها فيه. اذا الظاهره التي نمر بها في اقليمنا مكونه من ابعاد مركبه معقده، مسببات كثيره. الوف الشبان اليوم من البلدان العربيه من المحيط الى الخليج يقاتلون مع الدوله الاسلاميه داعش. هذا يقدم دلاله على تلك الجاذبيه، حاله التهميش التي تدفعهم بهذا الاتجاه، ذلك الوضع الاشكال في النظام العربي الذي يدفع نحو هذا الاطار. اذا الداعشيه، الدوله الاسلاميه، مدرسه استنزاف. تستنزف النظام العربي، تستنزف العراق وسوريا وايران والغرب وتستنزف المعارضه السوريه وتستنزف الكثيرين. انها تفتح جبهات عده على كل الجبهات بنفس الوقت. كل هذا في اطار غياب البدائل. مما يزيد من قدرتها على الحفاظ على قاعدتها. ومن ثم الصمود امام دول تحاول التخلص منها. اذا علينا ان ننتبه الى ان غالبيه الشعوب العربيه تلتزم الخرائط التي توالدت مع الاجيال. لهذا تغيير الخرائط ممكن في حدود كما هو الامر في شمال العراق حيث الاكراد ممكن في اليمن شمالا وجنوبا، لست متاكدا مرتبط هذا بتاريخ اليمن بحاله التقسيم السابق بالحرب تلو الحرب، بوقائع الدولة الفاشلة. بنفس الوقت التقسيم ليس حتميا لا في العراق ولا في سوريا بمعنى اخر. بالرغم من كل التغيير الذي يحيط بنا منذ عام 2011 تبدو الخرائط القديمة صامدة في جوانب مهمة مهتزة في جوانب اخرى. بنفس الوقت لا تونس ولا مصر بصدد تغيير خرائطها لا المملكة العربية السعودية ولا الكويت ولا قطر ولا غيرها من دول الخليج بصدد تغيير خرائطها إذا هناك خرائط باقية موجودة في الإطار لكن لا نهاية قريبة للحروب الراهنة في سوريا في اليمن في العراق في غيرها لن يعود شيء كما كان قبل كل هذه الحروب والانتفاضات والحركات السياسية والشعبية الوعاء العربي انكسر في عام 2011 ذلك الوعاء الذي عرفناه قبل 2011 انكسر بسبب جموده وبسبب ركاكته ولا يبدو ان احدا سينجح مهما حاول ومهما سعى في اعاده بناء ذات الوعاء بلا شراكات بلا شراكات جديده بلا فلسفه جوهرها الانسان ودوله ذات سياسه مساءله مختلفه تخلق حاجزا عن تلك الدولة التي عرفناها قبل 2011 إذن الدولة البسماركية إن صح التعبير أو الدولة كما رآها هيجل دولة الحق والقوة والسلطان والسياسة والقدرة وصنع القرار هي التي تنهار في المناطق العربية إنها تتراجع في العالم كله ليست ظاهرة عربية لكنها في أسوأ حالاتها في منطقتنا ما وقع في السنوات القليلة الماضية يشد المنطقه لصراع المشاريع وهذا يعني ان الاقليم العربي لينقذ نفسه من نفسه ومن محيطه هو بحاجه لمشروع جاد مسؤول يتمتع بالاستقلاليه والزخم لكنه بنفس الوقت قادر بجديه الوصول لافئده الشبان والشابات الحالمين بالتغيير الذين ينجذبون لمشاريع اخرى بلا مشروع عربي عميق الابعاد عميق الجذور يمتلك من القوة الناعمة والإقناع والقدرات ما يساعده على أن يحقق الزخم لن تتحقق المقدرة على منافسة لا مشروع الدولة الإسلامية ولا المشاريع الشبيهة المنافسة وغيرها قائم والمنطقة حبلة بالمفاجآت قد تبدو بعض الحروب بدائل وهي بدائل مرحلية لكنها ليست أكثر من كونها تسهم في تسكين الوضع وخلق حماسة مؤقته الحروب في منطقتنا التي قد تنجح في اضعاف فئات وتيارات ودول هي ايضا بحد ذاتها التي تصنع مقاتلي الغد ومنظريهم. من اين نبدا؟ ان لم نبدا مع الحوار والنقاش المفتوح والثقافه، استمعنا للشيخ الغنوشي في هذا الصباح. نبدا من اين نبدا؟ نبدا بأن يواجه الرأي بالرأي الاخر عوضا عن السجن والاقصاء بين الشيعة والسنة او بين الحكومات ومعارضيها كيف ننتصر اذا انطلقنا من روح الاستبداد ومصادرة الحقوق الم نهزم امام اسرائيل في جانب بسبب هذا الاستقواء والاقصاء كيف ننتصر اذا كان الهدف استبدالي استبداد باخر او منع فئه تقصي الاخرين طوائف وفئات وجماعات لصالح فئه اخرى ايضا تقصي الاخرين طوائف وفئات وجماعات، الاقصاء ايديولوجيا وطريقه في التفكير لن تعيد الينا الحياه ولن تحيي امه بل ستسهم في استمرار مشهد الانهيار. لابد من فك القيود لاستعاده الجمهور العربي الذي يخسره العالم العربي في كل يوم وكل ساعه. في هذا تحمل العروبة في جانب منها خيال لا مكان له في عالم التمزق العربي بين السنة والشيعة وبين الفئات والجماعات والقبائل حيث أصبحت الدماء العربية بلا ثمن وبلا قيمة وبالفعل العروبة خيال في ظل حالة تتضمن الانهيار وصراعات الكل ضد الكل ولكن كثيرا ما تبرز محاولات التصحيح وحركات التاريخ من الخيال فالذي سمح للدولة الاسلامية داعش بانشاء دولة واقامتها في قلب العراق وسوريا يحمل من الخيال ما لا يحمله التحليل. وحتى عندما نقيم ونفكر في مدرسة الاخوان المسلمين في ذلك الزمن او القوميين العرب او البعثيين جاءت من الخيال باكثر من التحليل الطبيعي لسير الاحوال والاوضاع. الم تبرز الصهيونية من وحي الخيال المبالغ به، لهذا لا يوجد ما يمنع العروبة. من شحذ الخيال التاريخي الذي يحرك التاريخ والسكان والشعوب فكره خرجت من الخيال من خلال اصحابها كثيرا ما برزت الاماني من قصه اضطهاد متكرره ومن مخاسر مستمره فان كانت الداعشيه عابره للقاره العربيه وان كان التطرف والارهاب والعنف هو الاخر عابر للاقليم العربي بل عابر للعالم وإن كان الاستبداد هو الآخر عابر لكل مكان والفقر والظلم عابر لكل القارة العربية فماذا يمنع أن تكون العروبة والحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان وتوامها الإسلام بمضمون إنساني وحقوقي ومستقبلي ونهضوي مشروع عابر لكل الإقليم وسط حروب العرب وسيطرة لغة التعصب والكراهية والتخوين والقتل نحن احوج ما نكون للخيال الثقافي وللخيال السياسي الانساني المجدد بقاء العرب بهذا التفتت هو الاخر مدعاه لمزيد من التدخلات من الشرق والغرب من ايران وغيرها كما ان غياب المشروع العربي ذو العمق الانساني هو مدعاه لمزيد من الازمات شكرا لك دكتور شفيق الأستاذ وضاح خنفر رئيس منتدى الشرق المدير العام السابق لشبكة الجزيرة الإعلامية وعضو مجلس إدارة مجموعة الأزمات الدولية وعضو مجلس إدارة شبكة المحررين العالمية بدأ مسيرته المهنية مع قناة الجزيرة الإخبارية في عام 1997 مؤسس ومدير موقع هافينغتون بوست عربي منذ العام 2015 تفضل الكلمة لك شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا طبعا لا أؤمن بفكرة نهاية التاريخ في السياسة، وهذه الفكرة طبعا روج لها في لحظة ما من عقدين من الزمن إذا بتذكروا. وكما أني لا أؤمن بنهاية التاريخ لا أؤمن ببداية التاريخ أيضا. ولذلك عندما نناقش وضعنا في العالم العربي وننظر إليه أنه هي تلك الفترة التي امتدت من خمس سنوات إلى الآن، وبالتالي عندنا مشكله معها كما كنت اسمع لبعض السياسيين يلقي باللوم على الربيع العربي في انهيار المنظومه العربيه وبالتالي في عندنا مصيبه اسمها الربيع العربي ادت الى الواقع الحالي حتى هذه اللحظه انا اعتقد ان الذي يحدث في واقعنا العربي هو تطور طبيعي حتمي متصل غير منفصل لا يمكن التراجع عنه ولا الالتفات ولا الانحناء ولا الخروج من هذا المسار هذا واقع سنسير فيه، ما الذي اقصد فيه؟ اقصد بهذا الواقع الذي نصير فيه اننا نعيش دوره تاريخيه، دوره حضاريه حقيقيه، وهذه الدوره الحضاريه ما بدات من خمس سنين، مش من 2011، ولم تبدا هذه الدوره الحضاريه من 1948 عندما سقطت فلسطين، ولم تبدا حتى من سايكس بيكو، ربما لدينا مئات من السنين الان ندور في في صراع معين له حيثيات الموضوعية الثقافية والفكرية والاجتماعية والسياسية والدولية التي أدت فينا إلى حالة من التطورات جاءنا سايكس بيكو يمكن أن نتحدث عن معالم في هذه الدورة سايكس بيكو كان معلما أساسيا احتلال فلسطين في عام 1948 معلم أساسي في هذه الدورة الحروب التي تلت مع الكيان الإسرائيلي كانت أيضا معلما أساسيا من هذه المعالم فتره استقلال الدول العربيه القوميه العربيه الاسلام السياسي كثير من المفردات حقيقيه وواقعيه وهي ايضا افراز لهذا الواقع لا يمكن العوده عنها ولا يمكن القول انه كان ما لازم نعملها لانه هي صارت بالفعل حدثت وما لم يكتشف العلماء طريقه للعوده بالزمن الى الوراء فانا اعتقد انه ينبغي لنا ان نتصالح مع الماضي التصالح اي بالقبول وليس بالضرورة بتمجيده بالعكس الماضي فيه أخطاء وفيه إيجابيات وفيه سلبيات لكن نحن الآن نسير في مسار واحد هذا المسار مررنا فيه في السنوات الماضية بحالة معينة منا من أطلق عليها الربيع العربي أو الثورات العربية ومنا من أطلق عليه الفوضى والحروب الأهلية وما إلى ذلك لكنها هذه ليست نهاية التاريخ وليست أيضا بداية التاريخ نحن مستمرون في هذا المسار وهذا المسار لا رجعة عنه كما قلت الذي أستطيع أن أقول في هذه المرحلة تشخيصا هي أن أننا تقريبا نصل اليوم إلى نقطة فيها حقيقة تسارع أكبر بكثير من المسارات التي استمرت من مئة عام حتى الآن هذه النقطة حيثياتها الأساسية هي الإنسان يعني اللي أنا ملاحظه خلافاً لكل الشيء الذي يمكن أن نلاحظه أن الإنسان سواء كان العربي أو الشرق أوسطي أو سواء كان الإنسان في العالم لم يعد كما كان في السابق لا احفاد لا اولادنا اليوم كما كنا نحن ولا الجيل الجديد كما كان جيلنا هناك فكر ووعي جديد يتشكل في اوساط الناس هناك شعور من قبل الفرد بانه يمتلك سلطه لم نكن نحن ابناء جيلنا يمتلك قبل الانترنت على سبيل المثال اليوم كل واحد صار بامكانه وهما ام حقيقه يعتقد انه قادر على ان يفعل شيئا او ان يعبر عن راي او ان ينقل ما يدور في ذهنه الى دوائر اكبر بمعنى ان سلطه الفرد الفرد الواحد اصبحت اكبر بكثير ايضا من 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 وقائع من من حيثيات هذا الواقع ايضا تراجع الاشكال الهرميه التي سيطرت على فكرنا السياسي والاستراتيجي وحتى الاجتماعي عبر الزم المرحلة الماضية وربما حتى القرون والعقود وربما آلاف السنين الماضية هناك شيء جديد ينمو في عقول الناس وهو أن التواصل الأفقي يمكن أن ينقل الأفكار والأراء والسلطات أكثر مما تنقله الهياكل الهرمية ولذلك اليوم لدينا على سبيل المثال لاعبين جدد ليسوا دولا ولا حكومات بل هم مجموعات تشكلت عبر شبكات معينه من التواصل ادت الى حاله سواء كانت داعش او خلافها، لذلك الذي يحدث اليوم ان القديم ينهار. وهذا القديم ينبغي ان ياتي جديد يخلفه، لا ان نتمسك به ونبكي على اطلاله. يجوز طبعا من باب الفن ومن باب الشعر ومن باب الادب ان نتغنى بالماضي. أن نتحدث عن النوستالجيا، عن الزمن القديم الجميل، ولكن لا يجوز لمفكر استراتيجي أو مخطط أو سياسي أو من يفكر بمستقبل الأمة أن يتحدث عن الماضي كنموذج ينبغي استعادته، هذا نموذج انتهى، الماضي جميعه انتهى، والتاريخ يتقدم نحو الأمام ولم يعد أبدا نحو الماضي، فبالتالي لا يجب أن نتصالح مع هذه الفكرة، وأنا بقول هذا الكلام حقيقة وأوجه خطابي بذلك ليس فقط للسياسيين بل اوجه للمفكرين والمثقفين والعلماء وقاده الراي نحن نماذجنا في معظمها تاريخيه نحاول استعاده الماضي الجميل في مستقبل لا احداثه كاحداثه ولا واقعه كواقعه ولا فلسفته ولا ادواته وهذا سبب من اسباب فشلنا العميق اذا اقول الماضي يمكن ان يكون جميلا لكن جماله لا يبرر استعادته إنما ينبغي أن نفكر في مستقبل أجمل وهذه الحقيقة تنبغي أن تنزرع في أذهاننا القديم ينبغي أن يخرج من المعادلة وينبغي للجديد أن يولد التمسك بالقديم باعتبار أنه إذا نظرنا حولنا سنرى أن العالم بنهار فبالتالي خلل الشيطان تبعك أحسن ما يجيك الشيطان أسوأ منه ما بالك إن كان هذا الشيطان فعلا هو في حالة موت سريري ولم يعد قادرا على تلبيه الخدع المطلوبه منه في هذه المرحله، نحن نحتاج ان نمشي نحو المستقبل ونخوض هذا المستقبل بثقه، نخفف من الام الانتقال، نخفف مما يمكن ان يصيبنا يصيبنا من حاله تمزق وحاله فوضى وحاله حروب وشجارات اهليه ومره ثانيه اقول ان هذا مسار طبيعي. وهذا مسار مرت فيه كل مرينا نحن في تاريخنا ومرت فيه الشعوب في ثوراتها، عاده تحدث حالات الاضطراب، ينبغي الا تفقدنا توازننا وتفاؤلنا بالمستقبل والامل في ان القادم افضل من الحاضر وافضل من الماضي، والا سوف نجد انفسنا منجمدين، منغرسين، منغلقين في لحظه تاريخيه تحكم الخناقه على اعناقنا ولا تحررنا من 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 قيود الماضي. النقطة الأخيرة التي أود أن أقولها هنا في هذا الموضوع أيضاً منهجية وأساسية أننا في واقعنا الحالي بسبب حالة الاضطراب وهذه حالة كما قلت منطقية ومعقولة ولها ما يبررها وإن كنا نتمنى أن نعبرها في أسرع وقت ممكن ال 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 الذي ليس له عمق استراتيجي أو ليست له مكانة حقيقية أصبح مهماً وما هو وهو ما هو أو فاعلاً وما هو فاعل ليس استراتيجي، يعني هذه عندنا يعني مشكله كبيره في العالم العربي، اذا نظرت الى المنظومه الموجوده في الشرق الاوسط حاليا المنظومات ذات البعد والعمق الاستراتيجي ليست فاعله. والمنظومات الفاعله ليست ذات عمق استراتيجي، وبالتالي في عندنا حراك لكن هذا حراك لا يؤدي ثمارا حقيقيه. وسببه هو ان حكوماتنا وقياداتنا في معظمها في منطقتنا في العالم العربي هي حقيقه تنتمي الى الماضي الذي كان ينبغي ان يعبر لكي يولد باحتفال جميل الجديد ولكن عندما وضع الجديد هذا في حالة من من عدم الولادة أصبح الماضي والقديم فعلا في غرف الإناش وعندنا مشكلة في ذلك لذلك أنا بقول أنه القاعد بيحصل الآن في حراك كثير وفي كلام جميل وأشياء كثيرة تحصل ودول تجتمع ومجالس تنعقد ولكن حقيقة قيمتها الاستراتيجية ضعيفة لانها في حد ذاتها ضعيفه لان بنيتها الدي ان اي تبعها الجين الذي يشكلها ليس قادرا على تخيل المستقبل قياداتنا الحاليه سواء كانت سياسيه او فكريه ربما او حزبيه بالمناسبه انا ما مش بد... معظم قيادات معظم واقعنا هذا ليس لديه خيال مستقبلي لديه احلام في الماضي ولديه تشبث بالواقع باعتبار ان المستقبل قد يكون أسوأ منه ولذلك نحن ندور في هذه الحلقه المفرغه أنا أود أن نفكرين وشبابنا تحديداً يخطوا هذه الخطوة يتخلوا عن إرث الآباء في التمسك بالماضي أو الالتزام بالواقع من أجل خيال أفضل لأنه أقول لك بصراحة ايش ما تخيلنا المستقبل حيكون غالبا احسن من الواقع اللي احنا فيه لان الواقع اللي احنا فيه مش عظيم جدا وبالتالي ما الخوف في ان نستمر في حياتنا المستقبليه ونجرب ونصيب انفسنا مرات بالخطا ولكن ايضا نتعلم كما تعلمت كثير من الشعوب وقادت فكرها ومنهجها نحو المستقبل لا يمكن ان نغير سياسيا ما لم نغير ايضا فكريا القوالب الفكريه التي سادت في القرن العشرين اثبتت كانت رائعة في حينه، أنا لا ما, ما بقول إنه القوميين ولا الإسلاميين ولا كل الناس محترمين وأوادم، وكانوا إنتاج لحالة طبيعية وتفاعل طبيعي بين الواقع وما بين الفكر والأيديولوجيا لهذه الأمة ورغبتها في الارتقاء، ما في حدا كان كويس وحد سيء، بس اللي بقوله إنه هذا كان ولكنه غالبا لن يكون في المستقبل. القادم لن يكون بأيديولوجية الماضي ولن يكون بصرامة الالتزام الأيديولوجي للماضي. ربما نحتاج ان نفكر في نماذج جديده، ولذلك عندما سألت هذيك اليوم ما رأيك بالإصلاح؟ فكرة التجديد، تجديد الفكر الإسلامي، إصلاح الفكر الإسلامي، إصلاح الفكر القومي، تجديد الفكر اليساري، يعني انا قلت حقيقه لا نحتاج كل ذلك. نحن نحتاج هجرة، مش تجديد ولا إصلاح، نحتاج ان نهاجر من نموذج فكري الى نموذج فكري جديد، بأدوات جديده وبوعي جديد، عنوانه النظر نحو المستقبل، ان كنا اسلاميين نرى ان الاسلام يسكن المستقبل، ان كنا قوميين نرى ان مصلحه الامه تسكن في المستقبل، وان كنا يساريين نرى ان مصلحتنا هي في التحالف مع قيم العداله الاجتماعيه في مختلف انحاء العالم، نهاجر من منظومتنا المتقوقعه حول ذاتها الى منظومه رحيبه اوسع عنوانها ال الانتماء الى اللحظه التاريخيه والى المستقبل والتفاؤل به وشكرا جزيلا ولكن أستاذ وضاح يعني وصفت لنا الواقع الذي نعيشه والطريقة التي يتوجب على هذه الشعوب أن تفكر بها لكي تتخلص من واقعها لكنك لم تعطينا التصور لما ستقول إليه سنؤجلها إلى الأسئلة شكرا لك سيد وضاح خنفر أذهب إلى السيد عبد الوهاب بدرخان هو الكاتب والمحلل السياسي سيد عبد الوهاب بدا حياته المهنيه في مجال الصحافه عام 1973 بصحيفه النهار البيروتيه عمل في مجله النهار العربي والدولي وفي اواخر عام 1988 انتقل الى لندن وانضم الى صحيفه الحياه حيث اصبح نائبا لرئيس التحرير كان خلال هذه الفتره احد المعلقين والمحللين في الصحيفه الكلمه لك سيد عبد الوهاب تفضل شكرا واقع ان الموضوع هو المستقبل وحاليا نحن نعيش مرحله يصعب فيها تصور اي مستقبل لان لانها مرحله اضطراب وتحول و سيد عبد الوهاب لو تقرب قليلا الميكروفون كي نستمع اليك جيدا افضل وبطبيعة الصحفية يعني أحب أن أبقى أكثر قربا من ما يجري ومن الواقع وفيه إشارات كثيرة إلى المستقبل على الأقل المستقبل القريب أما المستقبل البعيد فلا أعتقد بأننا قادرون حاليا على تصوره لأننا لم نعد قادرين على تصور عالمنا العربي كيف سيكون خلال السنوات المقبلة تنذرنا المجريات الازمات في الشرق الاوسط بجمله مخاطر واستحالات مؤسفه. اولا استحاله بقاء الكيانات الجغرافيه المأزومه موحده. ثانيا استحاله التعايش بين المجتمعات داخل المجتمعات. ثالثا استحاله اعاده الامن الداخلي والاستقرار، واعاده المؤسسات الى العمل. هذا الوضع طرح حاجات اولها للاسف ايضا ضروره توفر تدخلات دوليه وانتظار توفر اراده دوليه لانهاء الصراعات التي تحولت الى حروب اهليه وحروب بالوكاله بين دول تسمي نفسها معنيه ثانيا معالجه الانقسامات الاجتماعيه بحلول دائمه او مؤقته وثالثا ترتيبات امنيه لم يعد المجتمع الدولي قادرا أو بالأحرى لم يعد متحمسا لها سواء بسبب الطبيعة الداخلية الأهلية للحروب أو على الأخص بسبب تداخلها مع خطورة استثنائية تشكلها المجموعات الإرهابية ولا سيما داعش. أصبحنا نخاف وخوفنا اليوم مبرر ومشروع من مخاطر التقسيم والتفتيت والتفكيك التي ستتعرض لها جغرافية البلدان المنكوبة. فالمستوى الداخلي فشل في المعالجه والمستوى العربي اما حاول كما في سوريا ولم يكمل وكما في اليمن قبل الحرب او انه سجل غيابا وعجزا والمستوى الاقليمي اما انشغل بالتداعيات كما تركيا او سعى الى تحقيق مصالحه كما ايران وأما المجتمع الدولي فلم يعمل جد جدياً على إيجاد الطرق المناسبة لمعالجة الأزمات وارتكب بذلك أخطاء أهمها أولاً أنه ترك الأزمات تطول ودفعها بقصد أو بغير قصد بعيداً عن الحلول التوافقية والتسويات الممكنة وثانياً أفسح في المجال لاعتمال التطرفات ولظهور المج المجموعات الإرهابية ولنا في سوريا والعراق واليوم في ليبيا افضل مثال. ثالثا اصبح المجتمع الدولي الان يتذرع بهذا الارهاب ويتوسله حتى صار داعش المبرر شبه القانوني للتدخلات الدوليه وصار داعش ايضا الدافع للضغط على الاطراف كافه لانهاء صراعاتها وانتاج حلول سياسيه. ونظرا الى صعوبه الازمات وتعقيدها بل نظرا الى الاستعجال الذي تبديه القوى الدوليه، فان هذه القوى تجد نفسها تجد ان من باب الاستسهال وكذلك من باب مصالحها ان اطروحات التقسيم والفدرله وما شابهها تستحق ان ينظر فيها. ولذلك نجد كان الشرق الاوسط مطروح الان في بازار دولي كفريسه منهكه تنتظر من يتقاسمها. كما كانت اوائل القرن الماضي وهكذا يجري الاسترشاد بالامر الواقع الذي فرضته الحروب لاجتراح حلول يفترض ان تكون دائمه ولو اخذنا مساله سوريا فان الامريكيين والروس هم الذين يحاولون التوصل الى توافق فيما بينهم حول مصيرها واذا تمكنوا من هذا التوافق فليس مؤكدا انه سيكون جيدا لسوريا أو لمصلحة الشعب السوري. النموذج الآخر الذي نشهده حاليا هو أن القوى الدولية هي التي تفرض حكومة على الطرفين المتنازعين في ليبيا، والذريعة طبعا هي الإرهاب وتنظيم داعش. وبالنسبة إلى العراق لم يعد أحد منا يعتقد بإمكان بقاء هذا البلد كيانا موحدا، لأن الواقع العراقي يعاني اختراقا إيرانيا من خلال مكونات اجتماعية، كما يعاني من تواطؤ امريكي ايراني قد نرى قد نرى تجسيدا له في اكثر من مكان، وتحرير الموصل سيكون محكا اختباريا خطيرا لهذا التواطؤ. قد يكون التدخل العربي في اليمن خفف من مخاطر التفتيت، واذا كانت اقول اذا كانت هناك عوده الى ماسسه الانقسام بين شمال وجنوب، فانها قد تحصل. بعد سكوت المدافع وبشيء من الواقعية والتوافقية والتعاون بين بين الشطرين وبين جميع الأطراف ولا بد من الإشارة إلى أن ما يعد لسوريا على المستوى الأمريكي الروسي قد يمس أيضا بجغرافية لبنان وإذا حصل ذلك فعلا فإنه سيؤك... سيكون تأكيدا لأمر خطير هو أن الدولتين الكبريين تأخذان إيران ومصالحها في الاعتبار على حساب على اي بعد عربي او مصالح عربيه. ولعل هذه الاحتمالات السلبيه بمجملها تعيدنا كعرب الى القضيه الام، القضيه الفلسطينيه، التي لم نستطع ان نفرض فيها احترامنا لمص... احتراما لمصالحنا لا حربا ولا سلما، بل ان السيناريوهات الدوليه تتكرر اما بتجاهل العرب ومطالبهم او بتهميشهم. والحؤول دون ان يصبحوا قوه اقليميه يحسب لها حساب. وكما كانت ظروف هشاشه الدول العربيه منتصف القرن الماضي فرصه لزرع اسرائيل في قلب الشرق الاوسط، فان ظروف الحرب البارده ساهمت في تكريس وجود اسرائيل ومساعدتها على توسعاتها العدوانيه وحمايه هذه التوسعات. وللاسف فان ظروف التحولات الراهنه نراها ترمي إلى تصفية قضية الشعب الفلسطيني، ولا يعني ذلك سوى أن هذا الصدع الذي أصاب العالم العربي، الصدع الإسرائيلي الذي أصاب العالم العربي إستراتيجيا وسياديا وسياسيا ووجدانيا، مرشح لأن يترسخ مستقبلا وفي سياق تسوية أو معالجة التصدعات الراهنة، سواء بمساومات ابتزازية او بمقايضات تتولاها القوى الدوليه لم نعد نعرف في اي عالم عربي نعيش ولا اي عالم عربي سينبثق من هذه التحولات والمشكله ان ليس هناك تفكير عربي مشترك في الازمات وبالنظر الى الحاله التي بلغتها الجامعه العربيه لم نعد نعرف ايضا من هي الجهه التي يمكن ان نعتبرها مهمومه ببلوره اراده عربيه جماعيه أو, او على الاقل تصور لحلول مستقبليه. ولا شك ان اكثر ما ينقصنا حاليا هو الاجابه العربيه عن كيفيه مقاومه المخاطر وصدها. ونجد ان الضياع العربي الى ازدياد ويقال انه بسبب الوضعيه الانسحابيه للولايات المتحده من المنطقه وكان الاشتغال الامريكي المباشر في المنطقه لم يؤدي بدوره الى ذلك الضياع العربي بل الى زعزعه ما سمي النظام العربي الرسمي ولا نجد جدوى حاليا من القول باننا بحاجه الى قمه عربيه او الى تداعي لاجتماع عربي على مستوى القمه لانه ليست هناك قياده للعالم العربي وليس هناك من هو مهتم فعلا بأن يجد إجابة عن هذا الخطر الاستراتيجي الذي يحيط بالعالم العربي. ولعل ما عمق هذا الضياع العربي عدم وجود وعي متساوي عربيا للخطر التخريبي الذي شكلته التدخلات الإيرانية. رغم أن الشواهد عليها مرئية وملموسة سواء بالشحن المذهبي أو بالميليشيات الطائفية أو بخلخلة بنى الدولة في سوريا ولبنان والعراق واليمن، حتى انها تخطت في حالات عده الخطر الذي شكلته اسرائيل ولا تزال. اقول على سبيل الخلاصه ان اكثر ما يشوش اي تبصر في المستقبل ان العرب ليسوا صانعي هذا المستقبل، ولا شركاء فاعلين في تخليقه، والاكيد انهم لن يحسنوا دورهم. اذا اكتفوا بالتفرج على الامريكيين والروس وغيرهم وهم يتسابقون على توفير ترضيات لايران واسرائيل وربما لتركيا لتكون بمثابه دول وصايه توكل اليها اداره العالم العربي صحيح, صحيح اننا لا نعيش نهايه عالمنا العربي ولا نهايه تاريخنا لكن ثمه حاجه عميقه جدا لمراجعات على مستوى النخب جميعها الحكوميه والمجتمع المدني النخب الليبراليه والاسلاميه والاسلاميه بشكل خاص لانها كانت في السنوات الاخيره عليها الاضواء وكانت عليها امال ولكنها فشلت للاسف لان وهذا الفشل العام الذي نعيشه نتحمل جميعنا مسؤوليته بلا شك شكرا لك استاذ عبد الوهاب اذهب الى دكتور محمد المختار الشنقيطي استاذ الاخلاق السياسيه في كليه قطر للدراسات الاسلاميه باحث متخصص في قضايا الفكر الاسلامي والاصلاح الديني وتاريخ الطوائف في المجتمعات المسلمه ترجمت مؤلفاته ودراساته الى عدد من اللغات من بينها التركيه والالبانيه والبوسنيه والفارسيه دكتور محمد المختار لعلك قد تجيبنا عن التساؤل الرئيسي إلى أين؟ الجميع اتفق على أنه هناك مسارات متعددة ولا يوجد مسار واضح. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا أستاذة سلمى، شكرا للأحبة في منتدى الجزيرة. أولا أعتقد أنه لا داعي للتشاؤم إذا وضعنا أمورنا في سياق الزمان أو في سياق التاريخ هنالك صلة ما بين الحريه والحرب الاهليه تاريخيا فنحن نعيش مرحله الحرب الاهليه السابقه على الحريه لم تنتقل مجتمعات ذات قيمه ووزن الى الحريه من الاستبداد الا بعد عمليه تحلل تسبق عمليه التركيب فنحتاج الى شيء من طول النفس حتى لا نقع في الياس ونحتاج ان نعتبر بالمسار الذي سار فيه الاخرون منذ قرنين في هذا المسار الانساني الطويل الذي بدا منذ بل من ثلاثه قرون من الثوره الانجليزيه 1866 مرورا بالثوره الامريكيه 1774 وبالثوره الفرنسيه 1789 فلسنا بدعا من الامم التي تمر بمراحل انتقال والام. ثانيا اعتقد ان الشعوب تغيرت واذا تغيرت الشعوب فمساله تغير الانظمه السياسيه هي مساله وقت لا اكثر. وأن الحروب الدائره اليوم هي حقيقه معجله بحركه التاريخ او بحركه الانتقال كما يقول المؤرخون ان الحرب تعجل بحركه التاريخ. آه لكن لكن امر امتنا فيه بعض الخصوصيه ومن اهم جوانب خصوصيتها اننا امه تأنف من التقليد وتقصر في الاجتهاد. فنحن لا نريد ان نتبع سبيل الاخرين هكذا بسهوله. بحكم اعتزازنا بالذات لكننا لم نبتكر بعد طريقنا فلذلك وقع ليس هنالك منزله بين المنزلتين لا نحن راضينا بالتقليد ولا نحن بذلنا الجهد الكافي الذي يتطلبه الاجتهاد لكننا امه ذاتية قويه وشعوبها مستعده للتضحيه وهذا اهم شيء بمنطق التاريخ اذا رايت امه مستعده للتضحيه فتلك الامه في فجر حضارتها بل يمكن اعتبار ممكن صياغه نظريه في الحضاره بناء على استعداد الامم للتضحيه او عدم استعدادها للتضحيه لو نزلنا الى واقعنا اليوم اعتقد ان هنالك عددا من المحددات لمسار الامور في منطقتنا اليوم الثوره اولا الثوره العربيه ثانيا الدور التركي ثالثا الصحوه الاوروبيه رابعا الغرور الايراني خامسا التنافس الامريكي الروسي اما الثوره العربيه فهي على مسار مفترق طرق اما ان تسير الشعوب والحكام في بلداننا الى مصالحه مع الذات والى شيء من الاصلاح الوقائي الذي يجمع الطرفين في منتصف الطريق جربنا الثورات وجربنا الثورات المضاده خلال السنوات الخمس الماضيه لكننا لم نجرب الطريق الثالث هناك ثغره في الطريق المسدود لم نطرقها بعد وهي الاصلاح الوقائي التلاقي في منتصف الطريق بين الحكام والمحكومين وتقليل الام الانتقال كما اشار استاذنا الكبير وضح واعتقد ان هذا هو الامل اليوم ولا ينبغي ان نياس هناك امثله للنجاح رغم قلتها سواء تونس مثالا للجمهوريات التي سارت في طريق الديمقراطيه أو المغرب مثالا للملكيات التي سارت في طريق الإصلاح الوقائي. فليست الطريق ليست الصورة قاتمة تماما كما يبدو لنا. بالنسبة للدور التركي تركيا هي نواة صلبة لهذه الأمة اليوم. وهي دولة فتية قوية على مفترق تلاقي القارات والبحار. وهي نفسها تعيش تطورا ومسارا تاريخيا جديدا. فيه كثير من اكتشاف الذات والحنين الى مد الجسور لاخوه الماضي وخصوصا مع من اشتركوا مع الترك في هذا التراث العظيم الذي نسميه الحضاره الاسلاميه واقصد العرب. تركيا اليوم دوله مركزيه ودورها في المنطقه اساسي واعتقد ان المساعي الى اغلاق البوابه العربي على تركيا وهي سوريا سواء من خلال مد شريط كردي في الشمال وعلوي في الشرق السوري في الغرب السوري عفوا في الساحل او غير ذلك من المساعي، هذه المساعي ليست مضره بتركيا وحدها وانما هي مضره ايضا بالعالم العربي لانها سد لهذا الامتداد التاريخي والجغرافي والاستراتيجي المهم، ولا ينبغي للعرب ان يقبلوا بذلك ولا ينبغي ان يفرطوا في تركيا كحليف استراتيجي مستقبلي كبوابه على اوروبا. كان احد الاستراتيجيين الامريكيين وهو جراهام فولر يقول ان تركيا ترى نفسها جسرا بين الغرب والعالم الاسلامي بينما الغرب يراها سدا بينه وبين العالم الاسلامي. الصراع ما بين هذين المفهومين مفهوم الجسر ومفهوم السد يوشك ان ينحسم اليوم لصالح الجسر. فلاول مره سيفتح الباب لمواطني تركيا ليدخلوا الاتحاد الأوروبي من غير تأشيرات ومعناها فتح أبواب أوروبا للأتراك وللإسلام وللتلاقي الحقيقي المحدد الثالث هو الصحوة الأوروبية وأعتقد أن أهم ما تحتاجه أوروبا اليوم هو إدراك وحدة عالم المتوسط كما يقول المؤرخ الفرنسي بروديل مؤلف كتاب عالم المتوسط عالم المتوسط عالم واحد والربيع العربي ظاهره متوسطيه. وبمنطق الجغرافيا السياسيه من المستحيل ان تظل الضفه الجنوبيه تحترق والضفه الشماليه تنعم بالامن والاستقرار والازدهار. وما حدث في باريس بالامس وما حدث في بروكسل اليوم كلها مجرد مؤشرات على ذلك. فاذا ارتقى الوعي الاوروبي للتحرر من شيء من الانانيه السياسيه ومن المواريث الاستعماريه وأدركوا الوحدة الثقافية والجغرافية والإنسانية لعالم المتوسط وأدركوا أن حرية الشعوب الجنوب جنوب المتوسط جزء من حرية شعوب الشمال شمال المتوسط وأن ازدهار هذه جزء من تلك هذا سيكون له أثر كبير وأتمنى أن يحدث ذلك وأن لا يكون بعيدا والرابع هو الدور الإيراني وأعتقد أن إيران امتلأت كثيرا بالغرور الإمبراطوري وبمحاولات التوسع الخرقاء الحمقاء وكان من الممكن لايران ان تكون اكثر الرابحين من الربيع العربي ومثلها مثل روسيا لان اغلب الثورات كانت ضد انظمه معروفه بارتباطها بالغرب وبولائها للغرب وبمعاداتها لايران ايضا باستثناء نظام الاسد لكن الغرور الامبراطوري والمنح الطائفي سعى بايران للاسف الى طريق اخر ولذلك لا مناص من تحجيم ايران وردها الى حدودها اقناعا او اكراها فأنا أنا من المؤمنين إيمانا عميقا أن لا بديل عن التعايش بين العربي والفرس ولا بديل عن التعايش بين السنة والشيعة لكن لا تعايش دون الصد الصائل الإيراني وتحجيم امتداداته العربية لأن التعايش على غير عدل وإنصاف ليس تعايشا على المدى البعيد أما التنافس أخيرا التنافس الأمريكي الروسي كمحدد للمستقبل فأعتقد أن الأمريكان مثلهم مثل بعض المستبدين العرب قرأوا الربيع العربي قراءة سطحية واعتبروه موجة عابرة يمكن القضاء عليه بشيء من القمع والتشويه كما حدث للربيع الجزائري نهاية التسعينات ولم يدركوا ان هذه ظاهرة تاريخية توسعت وتعمقت وانها لا يمكن ردها وصدها وربما تبنى الامريكيون نظرية ريتشارد لوتواك اعطاء الحرب فرصة give the war a chance بمعنى اتركوا هؤلاء يتقاتلون حتى ينهكوا بعضهم البعض ثم نرى بعد ذلك ولكن الان لم يعد من الممكن بناء هذه المصهره الدمويه واحتواؤها في منطقه بعينها وانما بدا الحريق يتمدد ويصل الى الجميع وسيبدا تبدا مراجعه الحسابات ان لم تكن بدات بالفعل فالامريكان والروس كلاهما لا يريدون تورطا على المدى البعيد في المنطقه وربما يكون انسحاب بوتين او اعلانه الانسحاب من سوريا مجرد مؤشر لذلك مالات هذه المنطقه في اعتقادي يحددها اولا انحسار الثوره المضاده وبدايه الاصلاح السياسي ثانيا آه، من المؤثرات الكبيره فيها توسع ظاهره السلفيه الجهاديه وربما سنراها من الان فصاعدا تتحول من ظاهره محليه الى ظاهره دوليه اعتقد ان تنظيم الدوله سيفقد البنيه كما سيفقد الجغرافيا وسيتحول إلى أشبه بتنظيم القاعدة مطلع القرن منذ عشر سنين ولكنها ستكون سيكون تنظيما أشرس من تنظيم القاعدة بحكم تمرسه العسكري وبحكم ما يملكه من جنسيات شتى وخصوصا من جنسيات غربية وسيكون هذا مؤثرا كبيرا على مصائر المنطقة على المدى البعيد والتقارب التركي العربي سيكون سيتعمق في رأيه في المستقبل وسيكون له دور ايجابي كبير اخيرا المصالحه مع الذات والتحرر من انشطار الذات سواء انشطار السني الشيعي او الانشطار الاسلامي العلماني او الانشطارات القوميه ما بين العربي والكرد ما بين العربي والفرس وغير ذلك من الانشطارات نحن للاسف لم ننجح في بناء او في اداره هويات متعدده وانما حاولنا ان نختزل الانسان في بعد واحد من ابعاده، والانسان ذو البعد الواحد ليس الانسان الانساني. آه وماركيوز عنده كتاب الانسان ذو البعد الواحد. نحن بحاجه الى ادراك ما يجمع بين مكونات هذه الحضاره العريقه العميقه. والحضاره الاسلاميه قامت على اكتاف العديد من الشعوب. لكن اركان هذه الحضاره التاريخيه الشعوب التي اتسمت بالرياده والقياده فيها كانت بالاساس ثلاثه شعوب. العرب كانوا سيف الاسلام في مرحله الاندفاع والترك كانوا درع الاسلام في مرحله الدفاع والفرس كانوا قلم الحضاره الاسلاميه في ايام ازدهارها الثقافي. لكن للاسف وقع هنالك انكفاء ووقع هنالك تمايز رغم ان حضارتنا من الناحيه التاريخيه لم تتسم اي حضاره كلاسيكيه بامتزاج العراقي والثقافات مثل ما حدث في تاريخ الحضاره الاسلاميه. فنحن الان بحاجه الى احياء تلك الجسور رغم كل ما نعانيه من مشكلات. من شعراء العرب المعاصرين الذين يعجبني شعرهم الشاعر الفيلسوف ايليا ابو ماضي واختم بابيات له تعبر عن اشكاليه الفشل في اداره الهويات المتعدده وهي قصيده الحجر الصغير. التي تروي قصة حجر صغير في سد كبير ارتأى أو وجد هذا الحجر أنه لا قيمة له وأنه الأفضل أن يغادر هذا السد فهو لا يجد نفسه هناك ولا يجد تقيما وغادر الحجر الصغير وانهار السد الكبير يقول أبو ماضي سمع الليل النجوم أنينا وهو يغشى المدينة البيضاء فانحنى فوقها كمسترق السمع، يطيل السكوت والإصغاء، ورأى أهلها نياما كأهل الكهف، لا جلبة ولا ضوضاء، ورأى السد خلفها محكم البنيان والماء يشبه الصحراء، يعني صورة جميلة هادئة لمدينة نائمة وادعة، كان ذاك الأنين من حجر في السد، يشكو المقادر العمياء اي شيء يقول في الكون شاني لست شيئا فيه ولست هباء لا رخام انا فانحت تمثالا ولا صخره تكون بناء لست ارضا فتحفظ الماء او ماء فيسقي الحدائق الغناء حجر اغبر انا وحقير لا جمالا لا قوة لا مضاء فلأغادر هذا الوجود وامضي بسلام اني كرهت البقاء وهوى من مكانه وهو يشكل الارض والشهب والدجى والسماء فتح الفجر جفنه فاذا الطوفان يغشى المدينة البيضاء السلام عليكم شكرا لك دكتور شنقيتي نظرة متفائلة شكرا لك وسنعرج على الزوايا والأفكار التي ذكرتموها مع أسئلة من الجمهور أبدأ بهذا الجانب وإذا سمحتم أن تعرفوا بأنفسكم وأن تقفوا كي نسمعكم وأن يكون سؤال دقيق مباشر وموجه إلى أحد ضيوفنا ابدا بالسيد تفضل في الامام نعم تفضل في الخلف زكريا مطر استشاري اقتصادي استاذ جامعي سابق في الحقيقة شكرا لكل وجهات النظر التي أبديت ما بين طوباوية الشقنقيطي وواقعية الغبرة أنا في الحقيقة أختلف مع كل ما ذكر هناك خطان رئيسيان يحددان المستقبل تفصيل العالم العربي على المتطلبات الصهيونية ما يجري هو تفصيل العالم أمريكا تفصل العالم على المتطلبات والمقاسات الصهيونية لضمان أمن إسرائيل العامل الثاني الذي لا يذكر هو البترول أنا أسأل الآن لو حدث استكفاء ذاتي لأمريكا في البترول الشيل أويل شور إكسبلوريشن على فكرة في بكرة مؤتمر ثلاثة أيام على البترول تحضروه يعني وسيتركون المنطقة كل ما يحدث هو أعراض الفساد والاستبداد والعسكرة وداعش والحجر الشعبي إلى التدخل الأجنبي إذا استكفت أمريكا وتركت المنطقة يتغير كل شيء تتخلى عن الحكام الذين تساندهم واذا اسرائيل قدرنا على ان نكسر متطلباتها كان هناك تغيير كل ما يجري هو عباره عن اعراض هؤلاء طيب. هم الاثنين من وجهه نظري والسؤال فين ولمين؟ <تصفيق> <تصفيق> لا انا, أنا ارجو 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 ان يكون هناك اسئله وموجهه بطريقه مباشره الى ضيوفنا الحواس تقيه الحواس تقيه مركز الجزيره الدراسات انا شاكر للاساتذه على اضاءاتهم سؤالي خاصه الاستاذ وضاح خنفر عن اعتبار ما يجري امر طبيعي وان الامم يعني في تاريخها تمر بمثل هذه التجارب من التطاحن الداخلي والحروب الاهليه لان هذا ضروره من ضرورات الانتقال نحو مجتمع حر وديمقراطي سؤال يتعلق بتجارب أخرى وبالمستقبل التجارب أخرى هناك ثورات وقعت لكن يعني لم يحدث فيها هذا التقاتل وكانت ناجح وكانت ناجحة مثلا الثورة الإيرانية كانت ثورة بيضاء واستطاعت رغم كل المؤامرات التي كانت تحيط بها استطاع الخميني بذكاء أن ينجح فلماذا تنجح إيران ونفشل نحن ونقول نحن طبيعي الأمر الثاني كذلك الثورات الملونة لماذا نجحت وأخفقنا إذا كان هذا طبيعيا سؤالي بالنسبة للمستقبل إذا لم نقل للمخطئ أخطأت وقلنا له ما وقع طبيعي ولا تتحمل مسؤولية أليس هذا هو الضمان للمخطئ أن يكرر أخطاءه بدعوى أن هذا حساب مفتوح اخطأ ما شئت ولن تتحمل المسؤولية وستبقى في السلطة وكرر خطأك لأن التاريخ هكذا وسيبقى هكذا للأبد شكرا شكرا لك الحواس روعة سأستأذن منك بتعليق بالأول بعدين الأسئلة. أول شيء أود أن أختلف بالرأي حول موضوع نهاية التاريخ، عندما تحدث فوكوياما عن نهاية التاريخ كما نعرفه تحدث أنا برأيي الشخصي وأعتقد أن أنه هو أيضا شرح ذلك أنها نهاية صراعات القوى العظمى المباشرة وبالتالي شددت على توضيح هذا الاختلاف لأن هذا ما يجب أن ندركه عندما ننظر إلى المستقبل، عندما تنتهي مواجهة هذه القوى العظمى المباشرة فهي ستكون حتما على أرض أخرى وهذا ما نشهده اليوم على أراضينا النقطة التي تحدث عنها دكتور غبرة وأستاذ وضح خنفر هي ما نحن بحاجة إليه وعن الشباب الواعي أنا برأيي وتحدث الآن كشباب أحد هؤلاء الشباب الذين خرجوا هناك شباب واعي ولكننا محاربون جدا من الأنظمة التي تخوننا التي اذا اسسنا مجتمعا مدنيا يقولون ممول من الخارج اذا قلنا اننا نريد الاصلاح الديني او الاسلامي يقولون انتم زنادقه وتريدون الانحراف والتغريب كيف يمكن لهذا الشباب الواعي وسط سياسه التجهيل التي اتبعتها هذه الانظمه على مدى عقود جعلت الاكثريه والاغلبيه في الشعوب تقف معها عندما يهاجمون هذا الشباب الواعي كيف يمكننا ان نتخطى ذلك؟ أخذ سؤال أخير أذهب إلى الخلف نعم هنا مساء الخير سؤالي إلى سيد الشنقيطي حبذا لو الأستاذ سمع كلام عبد الوهاب بدر خان والأستاذ وضاح خنفر ما كان قد وقع في هذه المغالطة بأن يصف الكرد بأنه سوف يشكلون السد المنيع بين الكرد بين العرب وتركيا. ألا ترى بعد أن كون الكرد أو استعادوا جغرافيتهم ولو بشكل بسيط وكونوا القوة العسكرية والقوة الاقتصادية بشكل ولو بسيط فإنه لن يقفوا مكتوف الأيدي وإنهم يشكلون أربعون مليون في منطقة وانت لم تحسب لهم حتى حساب الحجر الصغير الذي سرت الشعر عليه من من احد اشعار الى ابو ماضي الا ترى بانه ايران قد تمدد في المنطقه جماهيريا بعد ان تكون او قد يتكون امه جديده باسم الشيعة لأن الشيعة في العراق وفي سوريا وفي لبنان يرون بأنهم الأقرب إلى إيران وليس إلى المجتمع العربي فحبذا لو يكون ال... الشرح أو البحث بشكل يعني واقعي وبدون أن يخلق يعني عدوات جديدة في المنطقة لأنه نرى الآن بأن الكرد الآن الأقرب إلى العرب والمثال كل هذول كل اللاجئين الذي لم تفتح لهم بغداد ابوابها وسكنوا في كردستان وفي عز وفي كرم وهم الشاهدون على ذلك شكرا شكرا سعود في جولة أخرى للأسئلة ولكن أذهب إلى الضيوف للإجابة دكتور شفيق كان هناك سؤال موجه لك في البداية من روعة تحدثت عن مشاركة الشباب وان الشباب يلام وهو من قام في البدايه بالثوره وانت تحدثت اثناء مداخلتك عن ان داعش تنظيم الدوله يجذب الكثير من الشباب في الوقت الذي تطلع فيه تطلعت فيه هذه الفئه للمشاركه بطريقه فاعله ونحيت فيما بعد عندما قامت الثورات وعندما فشلت وتعثرت في اماكن عديده تفضل أه يعني سؤالها في في مكانه هناك اشكاليه يواجهها المجتمع الشاب في البلدان العربيه من حيث القدره على التنظيم، من حيث القدره على التاثير، من حيث الكثير من الابعاد الشباب العربي خرج في 2011 وخرج في اطار سلسله من الثورات ذات الطابع السلمي لكن بعد ذلك اغلق الباب السلمي و هناك محاولة لاستعادة الوضع العربي كما كان قبل 2011 أنا أفترض أن هذه الاستعادة ليست غير ممكنة بل مستحيلة ولا تسير مع منطق التاريخ ولا مع أي تحليل للواقع العربي لن يعود ما كان قائما قبل 2011 نحن نحصد نتائج ما تم بناؤه على مدى العقود الأربعة والخمسة والستة السابقة اذا الشباب العربي خرج ولكن برايي وهو يمثل الاغلبيه لن يعود الى المنزل الشباب العربي سيبقى خارجا ستجذبه المشاريع ستجذبه الافكار الاخرى وعندما يجد طريقا بهذا الاتجاه او ذاك ستجذبه حاله التطرف الوف الشبان العرب يشاركون مع الدوله الاسلاميه ومع القاعده ومع غيرها وهذه مرحله اعتقد هناك مراحل ستاتي بعد ذلك لهذا اذا لم ندعي الشبان العرب لمشروع ديمقراطي انساني يمتص الطاقه مقنع يخاطب العقول والقلوب مقنع للمستقبل يسمح لهم بالانتظام في المجتمع سيكون التطرف اكثر سوءا في البلدان العربيه، انا اعي جيدا ان مفهوم الدوله يتغير في العالم. ومفهوم الدولة يتغير، الدولة السابقة كانت دائما تمتلك كل مفاعيل القوة. باور كانت الدولة لديها القوة ولديها السياسة. اليوم الدولة لديها السياسة تسمح، ترفض، تمنع، تصدر القوانين، لكن لا يوجد لديها القوة، القوة في مكان آخر، وطالما أن الدولة تتصرف وكأن القوة معها فنحن نحفر خندقا غميقا سيزيد من حاله التطرف هذا ليس وضعا عربيا انما هو وضع عالمي ايضا يجعل الرؤساء اليوم غير رؤساء السابق القاده رؤساء الوزراء الان المجتمع الاهلي هناك طاقات كبيره فاعلين جدد لاعبين جدد طاقات جديده تواصل اجتماعي القوه انتقلت الى مكان اخر إذا لم يقع هذا الاعتراف وبالتالي أنت تأتي وتقول أريد أن أنظم وضعي أنا أفتح الباب للشباب لينتظموا في إطار سلمي إذا السماح بالعمل السلمي والتعبير السلمي هو الذي يجب أن يكون أولوية لأنه في غياب التعبير السلمي من التظاهرة إلى الكتابة إلى القول هو الذي سيحمينا من العنف أما التعامل مع التعبير السلمي وكأنه العنف فهو لن يؤدي إلى الا الى جر مزيد من الشبان نحو مدرسه العنف بكل الاشكالات التي تعرفونها وتشاهدونها اليوم. ربما كان السيد وضاح خنفر قد تحدث عن هذه النقطه ويوافقك الراي ايضا، السؤال كان موجه لك ايضا سيد وضاح عن دور الشباب ومشاركته وانت اعطيت نصائح له بانه او تحدثت بانه يمتلك سلطه ليس كما كان في السابق أما الآن بوسائل التواصل الاجتماعي لديه سلطة كان هناك أيضا سؤال آخر من زميل حواس وتحدث بأنه التجارب الأخرى الناجحة للثورات كثورة إيران والثورات الملونة لماذا لم تنجح في عالمنا العربي الآن بالطريقة التي نجحت بها وأيضا السؤال كان لماذا لا نقول للمخطئ بأنك أخطأت وهو من باب الذي عرجت عليه في قولك بأنه يجب أن نتصالح مع الماضي هل التصالح يجب عليه أن يغض النظر عن كل الأخطاء؟ تفضل بالضرورة لا طبعا عمري ما قلت هذا الكلام جزء يعني شيء عجيب أصلا يعني أنه أن يقترح أصلا لكن على كل حال الذي قصدته بالتصالح مع الماضي هو أن نضع الماضي في مساره في مكانته في موضعه لا هو بشيء يمكن أن نستعيده من ناحية ولا هو بشيء نبقى أسرى له بحيث نتقاتل معه مع أشباحه هذا القصد بالتالي التصالح في أن تتركه كما هو كما التصالح مع المستقبل أيضا أن نضع المستقبل في مكانه وفي موقعه وأن يبقى أمامنا نأمل أن نحسن الوصول إليه هذه القضية القضية الأخرى أن الحقيقة المنظومة الفكرية التي أنا أدعو لها الآن هي منظومة ليست من باب الترف والأيدولوجيا أنا طبعا أؤمن, أؤمن بالمناسبة أن أي منظومة فكرية هي كائن حي تنمو وتمرض وتشيخ ويصيبها كثير من أمراض ما يصيب البني آدمين ولذلك أخونا فوكاياما لما جاء قال الحقيقة هو قصته بالضبط لما قال نهاية التاريخ هو قال أن الصراع الفكري العالمي قد انتهى بانتصار الليبرالية الرأسمالية هذه قصة نهاية التاريخ بالنسبة له طبعا هو أخطأ لأنه فعلا الليبرالية الرأسمالية الغربية هي كيان أيضا ينمو ويشيخ يصحح نفسه ولكن أيضا ممكن يقع في أمراض ثم, ثم يمكن أن ينجب أيضا احفادا وابناء وان له، نحن ينبغي الا نبقى اسرى في نموذج فكري واحد. انا متفق مع الاخوه الذين تكلموا على المنصه انه في النهايه النماذج الفكريه ليست مقدسه هذا فكر، هذا انتاج الانسان في تعامله مع الواقع. هذا انتاج المنظومه المعرفيه في, تو... في تواصلها مع الواقع. ان اختل الواقع بحيث انه بده منظومه فكريه جديده وانت ما قدمت له المنظومه الفكريه الجديده تقع في فخ استدامة ماضي لا يصلح للمستقبل وهنا تصبح عندنا حالة من الجمود وحالة من الإغلاق وقتل والذبح وما آخره ما أفكر به في مسألة الطبيعة أنه إحنا بنعرف أن أوروبا الحديثة بعد وسفاليا نشأت بعد ثلاثين سنة من الحروب الأهلية التي قتل فيها بالضبط واحد من كل ثلاث في أوروبا يعني ثلث سكان أوروبا قتلوا في ثلاثين عام من الحروب الدينية اللي دارت بين البروتستانت والكاثوليك وغيرهما من المجموعات العرقية القرن السابع عشر برأيي من أجمل مش أجمل وطبعا كان قبيح جدا لكن في دماء كثيرة لكن من أهم القرون التي مرت على التاريخ الإنسان الحديث لأنه في القرن السابع عشر بدأ بثلاثين سنة من الحروب الأهلية ثم انتهى بعد ذلك بالتنوير وانتهى بالحداثه، وانتهى بعد ذلك بقرن من الزمان بالثوره الفرنسيه، بمعنى اقول انه مسار الحركات التاريخ مسار التاريخ عاده لا يمكن ان يبقى منغمس في لحظه دم، لحظه الدم تكون لحظه استثنائيه، مهما قتلنا بعضنا بعضا سنه شيعه عربا كردا آه، مسلمين مسيحيين سوف نصل الى النتيجه التي وصلها الاوروبيين بعد مقتل ثلث سكان اوروبا بالقول بانه يا جماعه ما في فائده لازم يظل في بروتستانتي وكاثوليكي ولازم في الماني ولازم في فرنسي تعالوا يا اخوان نجلس وجلسوا واتفقوا على عقد اجتماعي وسياسي جديد بعد وستفاليا الحرب العالميه الاولى والثانيه طبعا هي ايضا ثلاثين سنه بالمناسبه من الحرب العالميه الاولى وقتل فيها مئة مليون بني ادم في كل هذه الصراع اللي بدا بالحرب العالميه الاولى وانتهى بالحرب العالميه الثانيه في ثلاثين عاما وبعدها مباشره يعني من اجمل ما حدث في الحرب العالميه الثانيه وهذا درس مهم لنا حقيقه وانا دائما استمتع بذكره انه بالضبط بعد انتهاء الحرب بعام فقط عام واحد خطه مارشال التي قدمت لاعاده بناء اوروبا تضمنت في اهدافها العمل العمل لبناء منظومه اوروبيه موحده تخيل احنا ذابحين بعض الالمان ذابحين كل الدنيا وكل الدنيا ذابحه الالمان وما زالت عواصم الغرب باريس مدمره، ما زالت برلين مدمره، ما زالت المباني في بريطانيا في لندن ما زالت مدمره ويقول اللي اجتمعوا مشان يعيدوا بناء اوروبا ان الهدف الاستراتيجي هو الوصول الى اوروبا موحده بمعنى فشل منظومه التصفية الدموية لحساب منظومة التصالح أنا أضرب هذه الأمثلة اللي أقول أن اللي بيحدث بيننا اليوم هو طبعا مدمر وخطير وينبغي أن خطأ ولكن ينبغي ألا نقول أن هذه اللحظة ستكون مستمرة مهما قتلنا مهما تصارعنا سوف نصل الى حاله نقول فيها يا جماعه مش ضابطه في شيعة لازم يضلوا وسنه لازم يضلوا واكراد لازم يضلوا عرب لازم يضلوا وترك موجودين والفرس موجودين تعالوا نجلس ولذلك انت لما سالتيني عن تصور المستقبل انا حقيقه اقول من 10 الى عشر سنه من الان اذا كنا بدنا نصل الى استقرار سياسي والازدهار اقتصادي ما في غنى عن ان يكون النظام الاقليمي المتشكل ليس ايديولوجيا ليس سكتاريا يعني ليس اثنيا ليس طائفيا وليس حقيقه قوميا. النظام الذي سيتشكل في المنطقه نظام عملي، نظام يوفر حاله من التكامل الاقتصادي، حاله من التبادل والرخاء بين امم وشعوب المنطقه، يحتفي الكردي بكرديته والعربي بعروبته والفارسي بفرسيته، ولكن يبقى ذلك في مساله الذات والمجتمع ولكن لا يتحول الى هويه سياسيه تتشكل من خلال الواقع السياسي وحياكل السياسيه، الهياكل السياسيه هدفها خدمه الانسان مش خدمه خدمه الايديولوجيا ولا خدمه القوميه ولا وهذا خدمه الافكار وهذا المذهبيه ضمن هذه الخرائط المرسومه الان ام ضمن خرائط جديده؟ انا اعتقد انه الخرائط المرسومه التي رسمها الاستاذ سايكس والاستاذ بيكو في لحظه من لحظات الغفله الانسانيه بالمناسبه اثنين مش عق... يعني بالمناسبه هم مش اعظم استراتيجيه في العالم، لو تقرأ تاريخهم جماعه بالصوفي زبطت معهم وقعدوا واتفقوا كان في انهيار وفراغ، هذا لا يمكن استعادته الان، انتهينا منه بمعنى لا يمكن استعادته معنا، الغرب انا لا اقول ان الغرب سيستطيع ان يقسمنا، ما بيستطيع، احنا بنقدر نقسم حالنا ان اردنا بجوز، اذا اتفقنا انه هيك احسن لنا، لكن الغرب اليوم هذا الغرب الاوروبي الذي يعيش حالة من الانهيار الاقتصادي وبالمناسبة أنا رأيي الشخصي من 10 إلى 15 سنة أوروبا التي نراها اليوم لن تكون موجودة بشكلها الحالي أوروبا ككيان أوروبي بعملته الحالية في عنده مشكلة كبيرة جدا وفي احتمال ما يتجاوزها فعلا أمريكا ت... تروا الصيحات التي تأتي من ترامب انسوا ترامب ترامب امبارح قال انسحب من الناتو وبدي انسحب من وبدي اعترفش بالاتفاقيه مع اسرائيل وتفن. لكن هي نزعه اصيله في صناع القرار الأمريكي اليوم مش قصة ترامب وأوباما أوباما عملها أوباما عمليا ينسحب يقود أمريكا مرة ثانية إلى حالة من الانزواء ليش؟ لأنه الرجل بفكر في مصلحة بلده بفكر أن يسحب معظم قوته باتجاه بناء البلد أكثر من انغماس الحروب يعني بمعنى أن هذه المنطقة ستترك تدريجيا لحالها وهذه فرصة إيجابية وليست سلبية في الوهلة الأولى تبدو مفزعة لأننا تعودنا أن نأكل طعامنا بيد أمريكية وأن نشرب شرابنا بيد الروسية وما إلى ذلك اليوم سنترك لوحدنا سنفزع قليلا سنشعر بحالة من اليتم للحظة من الزمن لكن سنتدارك الأمر بأن العقلاء يجلسوا أو ليش ممكن يتضاربوا يذبحوا لكن في الآخر ستجلس تركيا مع إيران ستجلس مع الدول العربية الأخرى سيجلس الكرد مع العرب مع الفرس ونتفق على منظومه امنيه اقتصاديه للمنطقه تتراجع فيها الحدود لصالح المصالح الاقتصاديه، تتراجع فيها الايديولوجيا والمذهبيه والقوميه لصالح فكره التواصل والرخاء والاستقرار والاستمرار في هذا الاستقرار، وانا برايي مفتاح كل ذلك هو ان ترفع القوى العظمى يدها عن هذه المنطقه وارى ذلك قريبا، روسيا لن تعود روسيا وأنا برأيي روسيا الآن أيضا في حالة من التراجع الاقتصادي الهائل وروسيا بالمناسبة اليوم مش أفضل حالة مما كانت عليه في السابق أمريكا ستؤول ستحو... على الأقل مؤقتا إلى حالة من العزلة الجزئية أوروبا تعبر حالة من الانتقال الاستراتيجي والاقتصادي الهائل وبالتالي بحمد الله لدينا فرصة نتكاتل مليح ونتعارك كما ينبغي بعد ذلك نجلس ونتصالح ونحب لكن هل يمكن إن شاء الله. هذا الكلام أستاذ وضاح طبعا هذا السؤال سأذهب به الى السيد عبد الوهاب بدرخان هل يمكن الذهاب الى مثل هذا التصالح على أساس الشراكة مع إيران وتركيا والعرب بوجود عامل يتربص بنا جميعا وهو العامل الإسرائيلي الذي يريد من وراء هذه الحروب والصراعات الى تجزئة المنطقة إلى أقاليم على أساس قومي وعلى أساس عرقي وعلى أساس ديني كي يستطيع أن يذهب إلى دولته التي يقول عنها بأنها دولة اليهود فقط كان هناك سؤال للسيد المختار الشنقيطي ستجبني عن هذا السؤال بعد الإجابة من أحد الزملاء أيضا لك عن العامل والمكون التركي الذي أهملته كما رآه المشارك في كردي الكردي نعم آه شكرا جزيلا آه حقيقه آه اشكر الاخ الكريم على الاشاره لهذا الموضوع المهم انا للاسف لم استطع ان استطرد سواء في تحليل قصيده ابي ماضي او في الحديث عن مساله الهويه بامثله ملموسه والا لوجد لو مكانه الاكراد اهم عندي بكثير من مجرد الحجر الصغير حقيقه واعتبر نفسي من المدافعين عن عن حق الاكراد وعن انصافهم وما أكتبه يشهد بذلك سواء كان كتبا أو مقالات دائما كنت دائما أقول أن الكرد حقيقة تاريخيا في لحظة معينة من تاريخ هذه المنطقة كانوا بمثابة الإسمنت الذي ربط مكوناتها وأقام منها وحدة وأقصد مرحلة الحروب الصليبية التي درستها في كتاب خاص حيث أن صلاح الدين الأيوبي وهو كردي من الناحية القومية جمع كان رجلا ممن يجمعون امه في شخص واحد فهو كان عرقيا من الناحيه العرقيه كان كرديا من الناحيه الثقافيه كان عربيا من الناحيه السياسيه والعسكريه كان تركيا فهو جمع الامه كلها في شخص واحد في لحظه تاريخيه فارقه تشبه هذه اللحظه الفارقه التي نعيشها اليوم كان من اعلم الناس باداب العرب حتى ان ابن الشداد صاحب سيرته يقول ان صلاح الدين كان يحفظ ديوان الحماسه وكان من أعلم الناس بأيام العرب وخيولهم وأنسابهم وأنساب خيولهم حتى في نفس الوقت هو كان يعتبر نفسه تركيا وكان يعتز بذلك وقالها بشكل صريح أحيانا ومن ذلك ما أورده المؤرخون لما مدحه الشاعر الموصلي بن الدهان مدح جاء يمدح صلاح الدين الأيوبي فقال له كاتبه العماد الأصفهاني هذا الرجل هو الذي يقول أتمدح الترك تبغي الفضل عندهم والشعر ما زال عند الترك متروك فقال صلاح الدين فقال فأخذ صلاح الدين مئة دينار وأعطاها له وقال خذها حتى لا تقول إن الشعر متروك عند الترك فيعني أحس بالغيرة على كرامة تركيا في نفس الوقت لأنه طبعا هو كان جزء من نخبة عسكرية وسياسية تركية في بداية إمساك الأتراك لزمام الأمور في الحضارة الإسلامية في نفس الوقت لا أحد ينكر طبعا نسبه الكردي العريق فما ما أردت أن أقوله هو أن التفريط في أي مكون من مكونات هذه الأمة سواء كان عربيا أو كرديا أو فارسيا أو بربريا أو إفريقيا أو أو غيره هذا يؤدي إلى انهيار السد الكبير المعنى الذي أريد مجازيا وعبر عنه إلياب ماضي بلغة الشعرية وأنك إذا فرطت في حجر صغير فإن ذلك سيؤدي إلى انهيار الكبير. اما هنالك فرق بين ما يريده الاكراد لانفسهم وما يريده الامريكان للاكراد. وهنا طبعا قد يكون هنالك خلاف فانا طبعا انا لا اتفق انه من حق الاكراد ان يتحولوا الى سد بين سوريا والعالم العربي ولا اتفق ان مركز الثقل الكردي في الشمال الشرق السوري في القامشلي و... و... والحسكه انه يجب ان يتمدد كما تحاول الان بعض الميليشيات حتى يصل الى اقصى الشمال الغرب ويتجاهل كل المكون العربي الموجود في الثقل في شمال حلب ويتجاهل أيضا تركيا نفسها والتصاقها وامتدادها في العالم العربي وهذا ليس سراً هذا أمر تقاتل تركيا من دونه واختلفت حتى مع أقرب حلفائها على هذا هذه أمور جزئية قد نختلف فيها سياسياً لكن هذا لا يمكن طبعاً أهمية الأكراد وتاريخهم العريق في هذه المنطقة وأخيراً أنا كنت من أول من انتقد التحيز في الثقافة العربية ضد الأكراد وفي الآداب العربية ضد الأكراد تاريخيا وحللت هذا في كتابي عن تراكم الهويات وتزاحمها في الفضاء العربي وبينت أن المخيال الشعبي العربي القديم في الأدب العربي نظرته السلبية إلى الأكراد هذا جزء من الماضي المقيت الذي ينبغي التخلص منه ومن طرائف ذلك وشر البلية ما يضحك ما أردته من كتاب الزبيدي تاج العروس في مادة الكرد حينما حكى أن بعض الناس يرى أن الأصل الأكراد من الجن وبعضهم يرى أن نصهم جن ونصهم إنس وبعض من الخرافات يعني العنصرية الموجودة في تبادل ما بين الشعوب ويمشي حتى يصل يقول وكل كردي فربعه جني لأن جدتهم بلقيس ولا خلاف أن بلقيس أمها جنية يعني هنالك بعض من الفولكلور الشعبي ولكنه مؤثر في التصورات ما نسميه اليوم ستيريوتايبس انا لا تهمني ستيريوتايبس كيف ينظر الامريكان الى المسلمين او الاوروبيين المسلمين يهمني اكثر كيف ينظر العرب الى الكرد والكرد الى العرب والفرس الى العرب والترك الى العرب والعرب الى الترك او الفرس الى اخره وهذا لا يهتم به من الناحيه الاكاديميه واظن انه اهم بالنسبه لنا لكي نبني هويه مشتركه متعدده مفتوحه نحتاج الى تجاوز كل التحيزات العرقيه والعنصريه والثقافيه القديمه والبناء على كرامه الانسان بما هو انسان والبناء على ماض عريق من التعايش ومن التداخل ومن الامتزاج كتب فيه الجاحظ رساله مناقب الترك وكتب فيه ابن الجوزي كتاب ازاله الغبش عن فضائل السودان والحبش وكتب فيه مؤرخ مغربي قديم كتاب في فضائل البربر نحن لسنا ثقافه عنصريه ولا اقصائيه في جوهرها ونحتاج ان نبني على هذه الثقافه الايجابيه وشكرا شكرا لك دكتور شكرا لك دكتور استاذ عبد الوهاب تجيبني عن السؤال قبل ان نذهب الى جوله اخرى من الاسئله اذا كنتم لا تتذكرون السؤال فهو كان يتعلق بكيف يمكن ان يكون هناك تعاون بين العرب وتركيا وايران في وجود ايضا الاشكال الذي الكبير الاستراتيجي في المنطقه الذي تشكله اسرائيل واحتلالها وبطبيعه الحال الان اي تفكير في تعاون عربي ايراني لابد من, الم من ان يمر بنزول ايران عن الشجره وبتخليها عن هذه المشاريع التي تصفها ساعة بالهيمنة ساعة بالنفوذ ساعة بالسيطرة على العواصم هنا وهناك وأعتقد بأن, بأن, بأن هذا لن يحصل في مستقبل منظور بل الذي حصل عمليا إذا أردنا أن نجري إحصاء حقيقيا للأضرار التي أصابت العالم العربي بسبب التدخل الإيراني خصوصا في سوريا والعراق سنجد أنه أن اللائحة ربما تطول أكثر من ما حصل بين العرب وإسرائيل سواء من ناحية الضحايا البشرية ناحية التخريب الاقتصادي ناحية خلخلة الدول كما قلت وأيضا الحالة الاجتماعية التي التي افتعلتها في في هذه في هذه الدول، وبسببها نقول اليوم بأنه هناك نوع من استحالة للتعايش. فالمسيرة طويلة بالنسبة إلى إمكانية التعاون مع إيران، إنما أعتقد بأنه على مستوى عربي عام هناك رفض لاعتبار المسألة سني شيعي. وبالتالي المسأله بين دول او بين شعوب هناك هناك فعلا من يريد ان يكون هناك تعاون وان يكون هناك تقارب بين عرب وفرس. بالنسبه الى تركيا تركيا التي حاليا التي التي نراها حاليا كان لديها مشروع كبير للانفتاح على العرب ولكن اعتقد ان ان المسأله السوريه هي التي وقفت حاجزا او قطعته يبقى طبعا الاشكال الاسرائيلي وهنا يعني السؤال الذي يطرح نفسه هل فعلا امريكا تريد الانسحاب من الشرق الاوسط وماذا ستفعل لاسرائيل اذا اذا كانت اسرائيل يعني لا تزال تعتبر نفسها امنها مهدد وانها اذا تركت ربما المحيط العربي يبلعها أه لابد أن إذا كان هناك أه ستكون هناك تسويات على مستوى إقليمي أو 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 مشاريع على مستوى إقليمي أه بضمانات دولية وبتوكيلات أه إقليمية لابد أن يتضمن ذلك أه تسوية للقضية الفلسطينية وتكون راضية راضي عنها الشعب الفلسطيني وتكون مرضية ومناسبة لاحترامه بحقوقه وبكرامته والا فان الاقليم سيبقى مضطربا وعلى اي حال يعني لا احد يتوقع ان يحصل شيء مفاجئ يغير طبيعه الاقليم من الاضطراب الى الى السلم والاستقرار في في مستقبل قريب هذا متروك لمخاض سيبقى مفتوحا لسنوات شكرا لك سيد عبد الوهاب بدرخان اذهب الى اسئله سؤال واحد فقط تفضل وعدتك قبل ان تفضل في الامام هنا الجميع منذ امس متفائلون ويبشرون تعرفنا باسمك اول شيء ابراهيم الديب رئيس مركز هويتي كوالالمبور الجميع لا شك ان الجميع متفائل ويبشر بمخاض جديد وتحول جديد ولكن يبقى السؤال المهم هو ما هي نقطة البدء؟ نيتشه في القرن ال 18 وضع اسس نظريته القيم قيم الاسياد وقيم العبيد تلقاها علماء الاجتماع السياسي في القرن ال 19 والقرن العشرين وهي ما يطبق الان، نحن في عالم الاسياد الاسياد لهم قيم، لهم قوه هويه، لهم قوه علم وتكنولوجيا، اقتصاد، انتاج، علاقات، سلاح، سياسه الى اخره. هذا معلوم يعني لسنا بدعا من الامم، الطريق معروف اين او متى تكون نقطه البدء؟ ايران لا شك ان نقطه البدء هي كما او درسناها في العلوم السياسيه هي الهويه الوطنيه الحقيقيه. جميعنا يبحث عن مشروع للهوية الوطنية العربية أو للمنطقة يحافظ على الهوية الخاصة للدولة القومية ولكن متى تكون أو أين ستكون نقطة البدء إيران لديها تسع مراكز متخصصة في الهوية فيها واحد مركز يعمل لمصلحة تشخيص النظام لا يخرج من تجاثر العلن إسرائيل لديها ثمان مراكز للهوية للأسف الشديد عالمنا العربي ليس فيه مركزا واحدا متخصصا في الهوية إن لم تنتبه الدول العربية التي تعاني الآن من مشكلة الفناء بعض الدول العربية مهتدة ألا تكون موجودة على خريطة العالم مرة إنسانية وبالرغم من ذلك لم تنتبه سؤالي هو للدكتور شنقيتي تحديدا والأستاذ وضح إن إيه لم تنتبه الدول فمن يقوم بهذه المبادرة؟ من يبدأ بإعداد مشروع الهواية الوطنية يقدمه لحركات التحرر العربي وحركات التنمية والنهوض العربي؟ أحسب لو أن هذا المشروع كان موجودا قبل بدء الربيع العربي لكان يعني يعني كان وقاية لكثير من المشاكل أو من التعثر التي حدث سؤالي محددا من هو المسؤول عن نقطة البدء بإعداد وترجمة مشروع الرواية الوطنية يحفظ للدولة القومية خصوصيتها ويحفظ لهذه الأمة العربية التي تمتلك كافة المقومات التي تضمن لها مشروعا موحدا للهوية العربية جغرافيا واحدة تاريخ واحد لغة واحدة أديان واحدة وبالرغم من ذلك لا نمتلك مشروعا للهوية الواحدة شكرا, شكراً. أبدأ مع السيد وضاح أنا بالمناسبة مش من أنصار الدولة القومية بشكل يعني اللي بدك إياه بجوز واحد ثاني يخدمك أحسن مني يعني في هذا الموضوع أنا أعتقد في عالمنا العربي تحديدا الدولة القومية في معظم الأحيان طبعا مع استثناءات بسيطة قد يكون من بينها مصر انه في مكونات مقومات. الدولة القومية كانت مصطنعة وليست حقيقية، ليست لها القدرة على الاستمرار والبقاء، ولذلك خبر طيب انه في بعض الدول مش حتكون موجودة على الخارطة، ليش لا؟ يعني احنا من قال انه بالنهاية نحن نقدس الخارطة؟ كما قلت أنا دائما بقول هذه الخارطة وضعت لظرف سياسي، بالنهاية الحدود في أي مكان هي ليست جزء من القدسية التي ينبغي أن يعطيها الإنسان للأرض وللمكان بالنهاية الحدود ينبغي أن تكون خادمة للاستقرار والسيادة التي يمكن أن نتعامل معها الناس هذه واحدة لذلك المشكلة الأساسية التي أقولها هي التالي نحن في حدودنا التي موجودة لدينا الآن نستطيع أن نفعل أشياء كثيرة جدا ممكن أن تبقى الحدود ولكن يمكن أيضا أن تفقد هذه الحدود دورها ك كسدود والحقيقه هذا اللي حصل. الحدود في اوروبا موجوده رسميا على الخارطه والناس تنتقل من دوله الى دوله لكن دون ان تشعر بانها امام سدود تمنع حركه الافكار والناس والبضائع وهذا الذي اطالب به، فاذا كان بعضنا يحب الحدود يا اخي ممتاز خلينا نحب الحدود ونستمر في حب الحدود. اذا كان بعضنا يحب ما بعد الحدود اللي هو بدك تسميه الاطار العربي الكيان الشرق اوسطي وطفرتي. جميل جدا لكن كله يمكن التوفيق بينه يعني ليس من المستحيل ان نبقي حدودنا ولكن ايضا ان نعيد تعريفها لتكون وظيفيه بدل من ان تكون قدسيه ثانيا الهويه الوطنيه بينه وبينك انا عندي مشكله ايضا مرات معقده جدا بهذا الموضوع يعني انا لاحظت وعشت فتره معينه من الزمن اذا بتذكر لما كنا نقول الاردن اولا مصر اولا فلسطين اولا، سوريا اولا، كل واحد فينا فشل في ادراك ما يمكن ان يحدث في اطار اوسع من الوطنيه، وانا مرات بزعم ان الوطنيه تستخدم كغطاء لي، 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 للعجز ولغطاء لغياب التخيل المستقبل ولغطاء للدكتاتوريه والتسلط احيانا، احنا وطنيه وكذا وديروا بالكم الوطن مهدد وبتصير عندنا حس وطني وشوفينيه احيانا وطنيه، بحيث نعرف انفسنا مش من اجل ان نكون جزءا من المنظومه العربيه مثلا او المنظومه الاسلاميه او المنظومه حتى العالميه، نعرف انفسنا ضد المنظومه. وهذا الذي اثاره معظمه كانت انظمتنا العربيه بالمناسبه، حاولت ان تصنع هويات وطنيه مفبركه من اجل ان تقول انه يا جماعه كوني انا موجود وهذا يبرر وجاد الزعيم ووجود حدود تلك الدوله. إن معناته أنكم تتبعوني واحنا غير شكل احسن من غيرنا، ولذلك يجب انه نتميز عن غيرنا، انا بتقديري الوطنيه ايضا مفهوم جميل ويمكن ان نحتفي به ويمكن ان نكتب فيه شعرا ويمكن ان نحتفل في اعيادنا الوطنيه وكل شيء، لكن هذا لا يؤدي الى حاله من الانعزال او الانكفاء او العداء للاخر. وبالتالي نعرف انفسنا عكس الاخر بل نعرف انفسنا نحن اننا نكمل الجوار ونكمل حتى المحيط الاوسع من الجوار وحتى نكمل الرؤيه العالميه نفسها ومن هنا انا يعني مع انه نعيد إن إن ريهابيتيتي الترمونولوجي يعني اعاده تعريف المصطلح ابقاؤه لكن ابقاؤه بجو وروح واطار جديد يعيدنا مره ثانيه الى روح العصر. طيب شكرا لك دكتور محمد هل نحن بحاجة فعليا إلى مثل هذه المراكز لتبحث لنا عن الهوية؟ هذا ربما ما ما تحدث عنه السيد وضاح. تفضل. آه شكرا أستاذ العزيز دكتور إبراهيم. آه أنا أعتقد أن أهم هوية هو الهوية الإنسانية وينبغي أن تكون هي نقطة البدء. آه كل ما دون ذلك هي مسائل سيظل فيها خلاف. البدء هو إنسانية الإنسان وكرامة الإنسان. ثم لو نظرنا الى تاريخ الى تاريخ الفكر العربي المعاصر خلال القرن العشرين نجد انه تتنازعه مدرستان بالاساس مدرسه الهويه ومدرسه النهضه. هنالك من يهمه النهوض بهذه المجتمعات وهنالك من هو مهووس بمساله حمايه الذات والانكفاء على الذات، انا اعتقد ان ما نحن بحاجه اليه اليوم هو النهضه اكثر من الهويه. ثم اذا كنا نحتاج هويه فليست هويه واحده وإنما هي هويات متعددة كما آه ذكرت من قبل آه وهذه الهويات المتعددة تقوم على أساس الاعتراف بأن الكائن الإنساني مركب ولا ينبغي آه اختزاله في بعد واحد وأن الأوطان لا يوجد لا يوجد وطن نقي عرقيا أو دينيا أو مذهبيا هذه أوهام كانت في أذهان بعض القوميين في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وأنا بحمد الله لست قوميا ولا أؤمن بهذه الأوهام وإنما أرى أن الكائن الإنساني أكثر تعقيدا وتركيبا من هذا الوطن هو كرابط قانوني نعم كرابط قانوني وكملكية عقارية لمجموعة من البشر تجمعها حقوق وواجبات أما ما سوى ذلك فهو ليس ليس هوية نحن نعم نحن نحتاج إلى إلى وحدة ولكن الوحدة ليست بالضرورة اندماجية الوحدة قد تكون تنسيقية قد تكون وحدة مواقف ما نحتاج وحدة إرادة ليس بالضروره وحده سياسيه بالمعنى الاندماجي أه وانماط الوحده كثيره المفكر العظيم مالك بن لما نظر لوحده العالم الاسلامي كتب كتاب فكره كومنولث اسلامي عنوان الكتاب فقال العالم الاسلامي ليس عالما واحدا هنالك خمسه او سته عوالم اسلاميه يعني لو نظرنا الى الظروف الموضوعيه فهنالك عالم اسلامي عربي وهنالك عالم اسلامي افريقي وهنالك عالم اسلامي ايراني وعالم اسلامي هندي وعالم اسلامي تركي فنراعي هذه الخصائص الطبيعيه ويكون هنالك نوع من العلاقه التنسيقيه. الخلاصه انه انا لست خائفا كثيرا على الهويه بقدر ما انا خائف على خائف من الضعف ومن التضعضع ومن الاختراق ومن الاستبداد ومن الفساد. الفاعليه اليوم نحتاجها اكثر من الهويه. وكما قال استاذنا وضاح يعني الحدود لا باس بها على لا تتحول الى سدود شكرا. وشكرا شكرا لك دكتور محمد ربما كان لك تعليق اخير وسريع جدا اذا ممكن دكتور شفيق نختم آه يعني الـ 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 الاشكال الـ الواضح انه مع 2011 الثورات في الاقليم العربي في المناطق العربيه في الدول العربيه الربيع العربي الوضع التركي منتظم في واقع بناء مجتمع ودوله قديم كانت الدوله العثمانيه بالاساس تحولت الى تركيا الحديثه ايران لديها وضعها الخاص المشكله عند العرب الثورات عند العرب لهذا عندما افكر بالحاله العربيه وادعو الى رؤيه عربيه ايضا لا اقصد ابدا أن تكون متعصبة بل أن تكون إنسانية في جوهرها ملتزمة الحقوق العربي هو ليس فقط من لديه الجينات العربية هو كل من تحدث بالعربية وكل من سعى أن يقبل أن يتعامل مع الثقافة العربية إنها حالة ثقافية وهذه الحالة الثقافية هي التي تجعل العالم العربي اليوم في في نقطة الاشتباك في عين العاصفة وبالتالي البحث عن الحل والبحث عن التطور والاطار التاريخي للخروج من هذا المازق في رؤيا عربيه منفتحه على الاخر بالكامل وتوازن ما بين ما تم بناؤه في السابق وما هو قادم، اعتقد الموازنات قائمه وممكنه بين الحدود وبين الجغرافيا وبين التنميه وبين حقوق الانسان وبين حاجات الجيل الشاب الذي ينظر الى الكثير في المستقبل حتى لا يبقى يهاجر ويتدمر في طريقه ويدمر بلاده ايضا عندما يغضب ولا يجد سبل هناك الكثير لنتفاءل به ولكن هذا يتطلب جراه اكبر وحريات اكبر ووضوح اكثر أشكرك وأشكر كل الضيوف الكرام على المشاركة معنا وإثراء المنتدى بأفكاركم مع حفظ الألقاب سيد شفي غبرة وضاح خنفر عبد الوهاب بدرخان محمد المختار الشنقيتي شكرا لكم جميعا المشاركة شكرا للحضور الكريم وشكرا على المتابعة مشاهدينا الأعزاء اسمحوا لي أن أدعو الآن السيد الدكتور صلاح الدين الزين مدير مركز الجزيرة للدراسات لهذه الكلمة الختامية فليتفضل مشكورا شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا الزميلة سلمى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدات والسادة هكذا نأتي إلى ختام منتدى الجزيرة العاشر هذه هي النسخة المعدلة من منتدات الجزيرة التي عهدتموها في السنوات الماضية أقول معدلة لأننا اختزلناها في أربع جلسات افتتاح وثلاثة جلسات اليوم منتدى الجزيرة كما نعرفها دائما تمتد جلساتها إلى يومين ونصف وتشمل عدد من الجلسات المتوازية وورشات العمل وغداءات تدور فيها نقاشات معمقة هذه المرة انعقد منتدى الجزيرة متزامنا مع فعاليات دولية كبرى استضافتها شبكة الجزيرة خلال الأيام الثلاثة الماضية شملت مؤتمر الدولي للمعهد الصحافة الدولي والقمة العالمية للإعلام ومنتدى الجزيرة وكانت الم... الـ 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 خت... كانت جلسات الختام للفعاليتين امس واليوم نختتم منتدى الجزيره عنوان هذا المنتدى التدافع الاقليمي والدولي في الشرق الاوسط كان الهدف من طرح هذا العنوان هو الارتقاء بمستوى نقاش ما يدور في هذه المنطقه من الاحداث اليوميه التفصيليه الى مستوى التحولات الكبرى التي تشهدها المنطقه سعينا لان نثير تساؤلات كثيره لعلها تستفز الكثيرين ليستمروا في النقاش والتداول وقد يسهم ذلك في خلق حاله استناره عامه يستفيد منها صانع القرار، يستفيد منها الطالب الباحث، يستفيد منها الاعلامي، يستفيد منها كل شخص يعيش في هذه المنطقه ويتاثر بما يدور فيها. فان نجحنا في استسارة اسئله جوهريه في اذهانكم فتلك هي غايه هذه الجلسات الثلاثة التي انطلقت صباح اليوم أيها السيدات والسادة قبل أن أقدم واجب الشكر لأهله هنالك قضايا أثيرت داخل هذه القاعة وبعضها خارج القاعة أريد أن ألخصها في سؤالين أعلق عليهما سريعا وردت بعد الملاحظات عن عدم تمثيل كل وجهات النظر طبعا الجزيرة دائما تفتخر بأنها منبر الرأي والرأي الآخر وتحرص الجزيرة دائما على التنوع والتعدد الآراء لأننا نرى في ذلك ثراء وغناء يثري الرأي العام وهذا هو المبدأ الذي تقوم عليه الجزيرة في كل وسائطها سواء كان في شاشات الأخبار والبرامج أو في أنشطة مركز الدراسات أو في مواقع الإلكترونية قد لا يكون من الانصاف الحكم على الجزيره كلها من خلال جلسه واحده ان هذه الجلسه ليست لا تعبر عن كل وجهات النظر، طبعا نحن نحرص دائما في جلسات المنتدى خصوصا لما يكون المنتدى اكثر من يوم ان تكون كل وجهات النظر حاضره، ولعلكم اذا رجعتم الى هذا الكتيب الذي يلخص مداولات العام الماضي يمكن ان تروا مستوى التنوع والثراء. ولكن ايضا الجزيره التنوع الذي تحرص عليه ليس فقط ان في يعني قد لا نستطيع ان نحقق ذلك في نشاط المنتدى ولكن انظر لما تقدمه الجزيره في الشاشات في المواقع الالكترونيه عبر مسيره المنتدى في مواقع مركز الجزيره للدراسات هذا الذي نحرص عليه فاذا لم يوجد صوت ما في جلسات اليوم فهي أكيد كانت ربما موجودة في جلسات سابقة وإن شاء الله ستكون في جلسات قادمة نحن هذا هو رأس مالنا الحقيقي الذي نحرص عليه التنوع في عرض كل كافة الأفكار ومناقشتها عبر الجزيرة السؤال الثاني الذي وردني عبر كثير من الملاحظات هي ما حصيلة يعني كيف نلخص هذه المنتديات كما أشرت في بداية حديثي هذه المنتديات ليست للخروج بقرارات عملية وتوصيات ولكنها هي لفتح مسارات النقاش التي ينبغي أن تتردد أصداءها في منابر أخرى لعلها تفتح مسارات للاستنارة للفهم العميق وعندها يمكن أن يستفيد منها الآخرون ومع ذلك قد لا يكون هنالك بيان ختامي مثل المؤتمرات او غيرها ولكن حصيله كل هذه المداولات ستكون متاحه لكم زملائنا المعنيون سيقومون برفعها مسجله على مقاطع فيديو في مواقع مركز الجزيره الدراسات في موقع المنتدى الجزيره وفي كل المنصات الاخرى وعما قريب سيقع تلخيص المداولات ان شاء الله وتنشر ايضا مكتوبه حرصا منا ان نتيح كل ذلك لي الذين يتل... يتلهفون لمتابعة مسيرة هذه المداولات فهي قد لا تكون بغرض الخروج بتوصيات محددة ولكن هي فتح آفاق للفهم العميق لما يدور في هذه المنطقة وردت أسئلة حول تغيير أو تغيب بعض الأسماء الواردة في الجدول أقول لكم صدقاً يعني نحن من باب الحرص على مستوى الحضور والمشاركه في هذه الجلسات نحرص دائما ان الفاعلين الرئيسيين من صناع القرار ومن كبار الساسه في المنطقه ودائما يتجاوبون معنا لكن أنا ايضا نتفهم أن التطورات والأحداث المتلاحقة في المنطقة كثيرا ما تؤثر على جدول أعمالهم فكثير ما في بعض المتحدثين الذين رأيتم أسماءهم وردت في جدول الأعمال في في مراحل سابقة ولكنهم لم يحضروا نتيجة لتغير في ظروفهم اعتذروا نحن نقدر ذلك ونأمل أن إن شاء الله تلتقونهم في الدورات القادمة للمنتدى أيها السيدات والسادة لا بد لي في ختام جلسات المنتدى العاشر أنا أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لأولاً الذين المتحدثين في كافة الجلسات ولمدراء الجلسات وللمناقشين وللحضور الكريم فلولاكم لم تكن بإمكاننا أن نعقد هذه الجلسات فلكم كل الشكر والتقدير كما أود أيضا أن أتقدم بشكري لمؤسسات الدولة في قطر التي ساعدتنا خصوصا ادارات وزاره الداخليه التي ساعدتنا كثيرا في ترتيب امور ضيوفنا القادمين من الخارج وفي حسن استقبالهم وتامين راحتهم وتنظيم كل هذه الفعاليات فلهم الشكر والتقدير. شكري ايضا لاجهزه الاعلام التي حرصت على نقل مداولات هذا المنتدى لجمهور واسع ولزملائنا في الجزيره مباشر الذين ظلوا مرابطين معنا دائما وحتى لا اقع في في خطا ان انسى اي احد لابد لي ان اشكر زملائي في الجزيره في كافه الدوائر والادارات هذا العمل ليس حصيله مجهود مركز الجزيره للدراسات وحده كل قطاعات الشبكه وادارات الشبكه سهروا معنا الليالي من اجل اخراج منتدى الجزيره بالصوره المشرفه التي رايتموها فلهم الشكر الجزير كلهم وهذا العمل أيضا جاء نتيجة رعاية كريمة ودعم من الإدارة العليا للشبكة آه، شبكة الجزيرة فالشكر والتقدير لهم جميعا وكذلك لا ننسى كثير من الجنود المجهولين الذين عملوا معنا داخل هذه القاعة فريق الإخراج فريق الترجمة الذين ساعدونا في أن نتواصل فيما بيننا وأيضا إدارة هذا الفندق التي بذلت أقصى بشوت لتوفير الراحة لضيوفنا شكرا لكم جميعا على ما قدمتم في الختام أتمنى لكل ضيوفنا الذين جاؤوا من خارج الدوحة عودا حميدا إلى دياركم وأن نراكم مرة أخرى وأتمنى لكم جميعا أمسية سعيدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته